ولمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، التصعيد الأخير في قطاع غزة، ينضم إلينا من هناك الزميل الصحفي أيمن دلول. مرحبا بك معنا زميل أيمن. مرحبا بكم وأهلا بكم جميعا. كما نلاحظ أن هناك ارتفاع في أعداد الشهداء في الساعات الأخيرة، وصل إلى 10 شهداء وأكثر من 45 مصابا، هل تطلعنا على آخر التطورات في غزة الآن؟ يعني التحية لكم في هذه الأوقات في ليل فلسطين، نشارف على منتصف الليل الآن ونتحدث عن ارتفاع في وتيرة اعتداءات الاحتلال الصهيوني، خاصة خلال الساعات الثلاثة الماضية. قوات الاحتلال الصهيوني بدأت بشن سلسلة من الغارات، وأنا أتحدث إليكم في هذه اللحظات، هنالك بالمناسبة سلسلة من الغارات في رفح وخان يونس و المحافظة الوسطى، وكذلك في مدينة غزة والشمال سلسلة من الغارات متواصلة ومتتابعة بعد بعضها البعض. يبدو أن قوات الاحتلال الصهيوني تتعجل في هذه اللحظات محاولة يعني إنهاء هذه الجولة من التصعيد، فتكثف من هجماتها على القطاع. هذه الاستهدافات رفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 10 من الشهداء، أبرزهم قائد سرايا القدس بهاء أبو العطا وزوجته الذين ارتقوا قبل فجر الليلة الماضية. في الوقت الراهن كذلك الوساطات كما أبلغنا وكما أعلن الإعلام العبري، فإن الوساطات في غزة فشلت مع إبرام يعني تهدئة وإعادة تهدئة في غزة لرفض فصائل المقاومة الفلسطينية تلك المطالب. كذلك منسق الشرق الأوسط ميلادينوف توجه مسرعا إلى القاهرة وكان يتواجد في قطاع غزة، طلبته القاهرة على عجل، يبدو أنها محاولة لتطويق الأحداث التي تجري هنا في الأراضي الفلسطينية نتيجة هذا التصعيد الصهيوني الكبير. أستاذ أيمن، لاحظنا اليوم أن مؤتمر نتنياهو كان يحاول أن يسحب فصيل فلسطيني بعينه إلى هذه المواجهة، ويستثني حركة حماس وكتائب القسام من الدخول في هذه المواجهة، هل تتوقع أن ينجح في ذلك، أم أن الأمور قد أو الأمور مرشحة للتصعيد في الساعات القادمة؟ يعني مسألة سحب فصيل أو محاولة فسخ فصائل المقاومة الفلسطينية عن بعضها البعض هي محاولات حثيثة على مدار التاريخ، يعني كانت تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني، وعلى مدار التاريخ بالمناسبة كانت تفشل، فما بالك في هذه الأوقات التي تشهد فصائل المقاومة الفلسطينية تقاربا إلى أبعد مستوى ممكن. بالنسبة إلى التصعيد ويعني استمرار هذه الجولة، العديد من المحللين والمتابعين للشأن الفلسطيني يؤكدوا بأن المرحلة المقبلة المرجح بأنها ستشهد تصعيدا في الوتيرة، سواء من المقاومة الفلسطينية أو قوات الاحتلال الصهيوني. أكثر من ذلك لتكون أكبر من التصعيدات الماضية، لكن لا ترتقي إلى مستوى عدوان كبير وحرب كبيرة كما جرت في العام 2014. هناك من نبه سيد أيمن إلى ضرورة الانتباه إلى قضية مهمة، وهي متعلقة بتغيير قواعد الاشتباك. لا شك أن المقاومة الفلسطينية خلال الشهور والسنوات الماضية استطاعت أن ترسخ مجموعة من قواعد الاشتباك، كان من أهمها أن أي عدوان تجاه قطاع غزة سيرد عليه بالقدر المناسب، سواء بقوة النار أو بالمفاوضات على ذلك، وما حصل قبل عام تقريبا من الآن في قضية الشهيد نور بركة ومحاولة اختراق قطاع غزة من خلال خلية أمنية هو أكبر دليل على ذلك. هل ستتغير قواعد اللعبة؟ يعني دعنا نكون واضحين في هذا التصعيد، ومنذ ساعات كانت التوقعات تشير يعني أن يكون التصعيد من قبل المقاومة الفلسطينية وكثافة النيران أكثر كثيرا من الذي نشاهده في هذه الأوقات، لكن حتى اللحظة
هنالك دعنا نقول مستوى الرد من قبل المقاومة الفلسطينية على جريمة اغتيال مقارنة بالتصعيد الذي جرى مع الاحتلال الصهيوني في أوقات سابقة وكثافة النيران التي خرجت من غزة يوحي بأن المقاومة الفلسطينية ربما في جعبتها شيء تفكر فيه بهدف تغيير قواعد اللعبة مع الاحتلال الصهيوني. أشكرك الزميل الصحفي أيمن دلول، كنت معنا مباشرة من غزة.